كانت كثير لحظة الخروج كثير كانت صعبة جدا جدا، فخرجنا تركنا كل ذكرياتنا في بيوتنا ونقلنا من مكان لمكان لما وصلنا مدينة رفح، وكانت بصعوبة كثير بالغة. أقيم حاليا في رفح في الخيام نشعر فيها بالبرد القارس. عنا كل جميعنا عنا أطفال، عائلتنا بيعانوا من الإسهال المتكرر، الخيام بنشعر فيها بالبرد، أطفالنا مش متدفين خالص، يعني وضع الصراحة كتير كارثي جدا. الحرب دمرتنا وشتتتنا وخسرتنا أعز ما نملك من الأشخاص وخسرتنا ذكرياتنا وبيوتنا. خسرت في الحرب كثير أشخاص غاليين علي، كثير مرت عمي ولد عمي، وخسرت بيتي في الحرب الحمد لله.